بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم ابنائي طلاب الصف الرابع. النهارده ان شاء الله هنحل امتحان محافظه الجيزه اداره العمرانيه من كتاب سلاح التلميذ لماده الدراسات استعدادا لامتحانات نهايه العام. يلا يا سنه رابعه نبدا مع بعض. يشير رقم واحد الى اعلى المحافظات من حيث السكان. تعالوا نشوف كده رقم واحد، المنطقه دي في الخريطه دي محافظه ايه؟ برافو عليكم، محافظه القاهره. يبقى دي محافظة القاهرة. يشير رقم اتنين الى محمية. المنطقة دي بقى محمية ايه؟ دي طبعا محمية طبيعية اسمها محمية رأس محمد. هنكتب محمية رأس محمد. رقم ثلاثة يشير إلى محافظة تم إنشاء متحف النوبة بها. أهي المنطقة دي، السؤال ده مهم وبيتكرر كتير. طبعا محافظة أسوان هي اللي فيها متحف النوبة. رقم أربعة يشير إلى منطقة معرضة لتآكل التربة. أربعة أهي، منطقة معرضة لتآكل التربة، منطقة أبو مينا. منطقة أبو مينا. رقم خمسة يشير إلى أعلى المحافظات في الأمية. رقم خمسة أهي، المنطقة دي طبعا محافظة المنيا. هنكتب المنيا. بعد كده رقم باء، حدد سبب واحد لكل من. عايز تذكر سبب واحد، احنا كاتبين كذا سبب بس انت طالب منك سبب واحد. أول حاجة بيسألك بيقولك أهمية منصب رئيس الجمهورية، اختار بقى سبب من الأسباب دي وقوله له. يا إما تقول له إدارة شؤون البلاد، أدي كده سبب، أو تقول له حفظ الأمن والنظام بالدولة، أو تقول له تمثيل مصر محليا ودوليا. طيب رقم اتنين، أهمية السياحة في مصر، زيادة الدخل القومي، ده سبب، توفير فرص عمل للشباب، ده سبب تاني. الأسهل بالنسبة لك اكتب. السؤال الثاني اختياري، تجري جمهورية مصر العربية تعدادها السكاني كل 10 سنين، بتعمل التعداد السكاني يبقى كل 10 سنوات. رقم اتنين، تؤدي مشكلة البطالة الى ارتفاع معدل الجريمة. رقم ثلاثة، إذا أردت زيارة إحدى مناطق التراث الثقافي في طابة فعليك بزيارة طابة، طبعا فيها قلعة صلاح الدين. رقم أربعة، تم مد أول سكة حديد في مصر بين القاهرة و القاهرة ومين يا ولاد؟ محافظة إيه؟ برافو، القاهرة والإسكندرية. رقم خمسة، إذا كنت ترغب في نقل بضائع كبيرة الحجم وثقيلة الوزن طبعا هتنقلها عن طريق النقل المائي. رقم ستة، إحدى القواعد التي يجب على المشاة الالتزام بها في الطريق هي إيه؟ استخدام أنفاق العبور. رقم باء، اكتب تفسير واحد لأهمية التراث الثقافي المصري. طبعا احنا كاتبين كذا سبب، انت بتختار واحد، تنشيط السياحة، أو تقول له زيادة الدخل القومي، توفير فرص عمل للشباب، كل ده أسباب أهمية التراث الثقافي. سؤال رقم ثلاثة، اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. رقم واحد، يساعد تنظيم الأسرة على زيادة عدد الأطفال لدى الأسرة، طبعا خطأ، هتكتب له هنا كلمة خطأ، احنا هنعملها بالعلامة بس انت تكتبها بالكتابة. رقم اتنين، تتشابه لهجات السكان في كل البيئات، لا طبعا كل محافظة وليها اللهجة بتاعتها. رقم تلاتة، يمثل أعضاء مجلس النواب جميع فئات المجتمع المصري، صح، هنكتب هنا ثواب. رقم أربعة، الشخص الذي يحتاج علاج واستجمام عليه زيارة العيون الكبريتية في سيوة، صح. رقم خمسة، جلوس الأطفال في المقاعد الأمامية من آداب استخدام وسائل النقل، خطأ. رقم باء، اكتب نتيجة واحدة ترتبت على هجرة سكان الريف للمدن، يعني سكان الريف بيهاجروا من الريف للمدن. في كذا سبب، انت اختار اسهل واحد واكتبه. تقول له ظهور العشوائيات،
أو زيادة الضغط على الخدمات، زيادة استهلاك الموارد. طبعا اختار واحد فيهم واكتبه. رقم 2، استخدام وسائل النقل المستدام. النتيجة توفير استخدام الوقود، أو تقول له خفض معدلات تلوث الهواء، الأسهل بالنسبة لك اكتبه. هنا سؤال رقم 4، أكمل بالكلمات اللي ما بين الأقواس الأزهر مثل الأنفاق السمسمية المدارس السياحة اليونسكو. 1، يشتهر سكان مدن القناة بالعزف على آلة السمسمية. يبقى رقم 1، السمسمية سكان القناة بيستخدموها. رقم 2، تحتفل واحد سيوة بحصاد التمور والزيتون في عيد سموه عيد السياحة. قلنا في الامتحان اللي فات عيد السياحة، رقم 2 عيد السياحة. رقم 3، تسعى مصر للقضاء على الأمية وذلك بإنشاء، هقضي على الأمية عن طريق ايه يا ولاد؟ أعلم الناس. أعلمهم فين؟ في المدارس. يبقى رقم 3 المدارس. رقم 4، منظمة خصصت يوما عالميا للتوعية بحماية التراث الثقافي. طبعا منظمة اليونسكو. يبقى رقم 4 اليونسكو. رقم 5، تهتم الدولة بتطوير مدينة القاهرة التاريخية مثل منطقة، طبعا منطقة الايه؟ منطقة الازهر. يبقى رقم 5 الازهر. رقم 6، تعد مصر أولى الدول العربية وإفريقيا في إنشاء مترو الأنفاق. يبقى رقم 6 مترو الأنفاق. رقم باء، أجب عن ما يأتي، اكتب مقترح للحفاظ على المناطق الأثرية والسياحية. طبعا هتقول عدم الكتابة على الجدران، وعدم تناول الطعام والشراب بجانب الآثار، وعدم استخدام ضوء الفلاش. كل دي مقترحات عشان تحافظ على الأثار. كده بنكون خلصنا الامتحان بتاعنا. أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. لو عجبكم الفيديو اشتركوا معنا في القناة ونعمل لايك على الفيديو. الفيديو الجاي إن شاء الله نحل مع بعض محافظة القليوبية. والسلام عليكم.